مساء الخير. صار لنا عهود بنسمع انه السياسي فساد وخيانه، ويلي بيشتغل سياسي هو انسان مخادع بيستخدم كل الاساليب الملتويه للوصول الى هدفه. ولما انسان بيعبر عن رغبته بدخول المعترك السياسي بيقولوا له السياسي وسخه. نحن اليوم بدنا نقول انه مفهوم السياسه مش هيك. السياسه هي شغف لخدمه الناس، هي الحكم العادل للوصول الى المصلحه العامه وغيرها من المزايا. برنامج انتو مين هو فرصة لكل إنسان، امرأة أو رجل، واضح وشفاف بده يمارس سياسة بطريقة غير تقليدية. حامل برنامج، خطة عمل وآلية تطبيق. انتو مين منبر إلكن، تفضلوا عرفونا على الطريقة الجديدة لممارسة السياسة وقولوا لنا انتو مين. البداية من نقطة بيضاء. أخيراً وضع حد لحالات الضغط والتعذيب يلي بيتعرض للسجناء، حيث تم تعديل المادة 401 من قانون العقوبات، فصارت العقوبة بتوصل إلى 10 سنوات أو حتى إلى 20 سنة إذا أفضى التعذيب إلى الموت، بعد ما كانت العقوبة القصوى هي 3 سنوات فقط. القانون اللبناني مشحف مرتين بحق الأم اللبنانية. أولاً بيميز الرجل عن المرأة، إذ بيعطي الرجل حق منح الجنسية لأولاده والمرأة لا. أما التمييز الثاني فهو بين الأم اللبنانية والأم الأجنبية، إذ يمكن للأجنبية المتزوجة من لبناني أن تعطي الجنسية اللبنانية لأولادها إذا توفي الوالد، أما اللبنانية فما عندها أصلاً حق إعطاء الجنسية لأولادها. على الرغم من اضطراب موعد الانتخابات النيابية بمطلع أيار المقبل، بيلتزم تيمور جنبلاط قرار الغياب تماماً عن الإعلام أو حتى لقاء الإعلاميين رسمياً، ويمكن يبقى على هالقرار حتى موعد الانتخابات. ضيوفنا بالحلقة الأولى من أنتو مين الأستاذ زياد حواط، مرشح عن المقعد الماروني بدائرة جبل لبنان الأولى في قضائي كسروان وشبقي. منتعرف عليه بهالتقرير. من صغر سنه لم يؤخذ السياسي البارز في جبيل زياد حواط على محمل الجد، لكنه بجدارة تربع على عرش البلدية منذ عام 2010. تلقى حواط علومه في مدرسة الأخوة المريميين، ثم التحق بجامعة الروح القدس الكاثوليك للتخصص في إدارة الأعمال. بعد تخرجه عام 1998 شرع للعمل مع والده في حواط تريدينج، إحدى الشركات الرائدة في مجال استيراد وتصدير المنتجات الخشبية في لبنان والشرق الأوسط. بشغف وحزم لعب دوراً قيادياً في المدينة التي وضع خططاً وبرامج إنمائية من أجل تطويرها، فحولها من مدينة عادية إلى مدينة نموذجية نافست أهم المدن العالمية ونالت لقب أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2013، وحصلت على لقب عاصمة السياحة العربية عام 2016. عام 2017 قدم حواط استقالته من رئاسة المجلس البلدي تمهيداً للترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن دائرة كسروان جبيل. ضيفتنا أيضاً هي السيدة جومانا حداد، مرشحة عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، منشوفها بهالروبورتاج. بجرأة تحطم جومانا حداد الأعراف والتقاليد وتسعى وراء حلم المرأة المتحررة من قيود الدين والأفكار الذكورية المتخلفة. هي الشاعرة ابنة يارون العاملية جنوب لبنان، والكاتبة التي تتقن أكثر من لغة، وأيضاً الأستاذة الجامعية ومدافعة بشراسة عن حقوق المرأة، قبل أن تشغل منصب المسؤولة عن الصفحة الثقافية في جريدة النهار. أسست حداد مجلة جسد التي كانت فسحة الحرية التي عبرت فيها عما لم تستطع قوله في مجتمع يختنق بالمحظورات أو طابو. مجلة أرابيان بيزنس اختارت جومانا حداد سنتين على التوالي كواحدة من 100 امرأة عربية أكثر نفوذا في العالم لنشاطها الثقافي والاجتماعي. وراء كل رجل عظيم امرأة؟ لا، مش وراك ولا قدامك، حدك. ما بدنا ناخد مطرحك،
بدنا ناخد مطرحنا. هيدا هو الحل، حلنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد حوات، وشكرا على وجودك معنا. مرسي. جومانا حداد، أهلا فيك معنا بالبرنامج. شكرا. رح ذكر بقواعد الفقرة، كل ضيف عنده دقيقتين للإجابة، من ثم عنا ثلاث دقايق حق رد ومناقشة. رح بلش بالفقرة الأولى حتى نعرف أنتو مين بالسياسة. من 8 سنين الطبقة السياسية ما تغيرت نتيجة التمديد المستمر. بعض النواب ما بيعرفوا شو شغلهم، هل بيقوموا بواجبهم الحقيقي؟ مين بحكمهم؟ وهل مفهوم السياسة صحيح بيتطبق بلبنان؟ تقرير عن هالموضوع. شتاني ما بين المفهوم الحقيقي للسياسة وبين ممارستها في لبنان. فالسياسة بمفهومها العام هي طلب الخير وخدمة الناس ومساعدتهم ومنع الفساد والخيانة وحكم الدولة بغية الوصول إلى ما يعتبر المصلحة العليا للمجتمع. أما الممارسة الواقعية في لبنان فلسنا بحاجة إلى إظهارها أكثر لأن الشعب يعيشها. هل تعلم أن 1,400,000,000 ليرة يدفع الشعب اللبناني مخصصات وتعويضات شهرية لمجلس نواب لا تتعدى الجلسات التي عقدها أصابع اليد منذ 2009 حتى اليوم؟ ومنذ هذا العام أقر المجلس النيابي أقل من 368 مشروع قانون أحالتها الحكومة له، أي بمعدل 46 قانون سنوياً، من دون أن ننسى أننا لم نلمح وجوه عدد من النواب في الجلسات خلال هذه السنوات الثمانية. المخصصات والتعويضات يستمر النائب بتقاضيها بعد انتهاء ولايته، وتنتقل أيضاً بعد وفاته إلى الزوجة والبنات العازبات والأرامل والمطلقات. فإذا كانت المهمة الأساسية للنائب بدراسة وإصدار القوانين نظراً لإتمام دوره التشريعي والرقابي، فمن يحاسب النائب إذن وكيف عندما يقصر في أداء الوظيفة المنوطة به؟ وإذا كانت السياسة تتطلب مفهوم الضمير الحي لمعالجة المشاكل الحياتية، فما الإجراءات المطلوبة لكي لا تسنح الفرصة للنواب بأن يقلبوا هذا المفهوم بغية تأمين مصلحتهم الشخصية؟ زياد حواد، بلش معك. شو هو مفهوم السياسة بالنسبة لإلك؟ وشو الطريقة الأمثل لوصول طبقة سياسية جديدة؟ يعني أكيد أول شيء هو الالتزام، الإيمان بقضية، الولاء للوطن والشفافية في العمل. هيدي العناوين الأساسية لبناء الوطن، وطن الحلم، جمهورية الأمل اللي كتير من اللبنانيين صاروا بحاجة لها. اللي عم بيصير هلأ أو السياسيين موجودين ما عم بيقوموا بهالشي هيدا؟ هلأ ما بدنا نقارن، إنما نحن عنا طموح، عنا أمل، عنا رؤية أنه ضرورة إنتاج طبقة سياسية تخضع لهذه الثوابت اللي هي سبق وحكينا عنها، يكون هدفها بناء وطن يشبه اللبنانيين، يكون ولاء اللبنانيين ولاء المسؤولين. كيف بدنا ننتج هالطبقة هيدي؟ بالتأكيد من خلال صناديق الاقتراع، من خلال محاسبة الناس للمسؤول. نهار المسؤول بلش يشعر انه الناس عم تحاسبه، في ناس عم تروح تنتخب وفقا لمشروع ولا رؤية ولا تخطيط، ببلش البلد يكون على الطريق الصحيح. وعلى المواطن اللبناني دور أساسي في بناء هذه الجمهورية، في بناء هذا الوطن، في بناء مستقبل الأجيال المقبلة. هل عمل النائب تشريعي أو رقابي أو خدماتي؟ يعني نائب عنده وظائف عديدة، أولهم الولاء للوطن واللي هي شغلة أساسية خاصة بهالمرحلة الموجودين فيها. اثنين، الوضع الإنمائي والمعيشي، بده يكون في رؤية طويلة الأمد لكيفية نهوض البلد على طرق سليم. ثالثا، تحديث القوانين. وهي حضرتك رح أتشك، بس خلي حضرتك إذا جيت تايب، أي صفة رح تقدر تقوم فيها؟ رقابية، تشريعية، أو شو رح يكون العنوان العريض؟ يعني في ثلاث مسلمات. نعم. المسلمة الأولى الولاء للوطن. نعم. والسيادة والاستقلال. تحديث قوانين، لأنه هالقوانين اللي صاروا من أيام تقريبا 40 و 50 سنة هن عم بأخروا تقدم الدولة وإنتاج. نعم. رؤية جديدة للبلد. خلص الوقت، بدي أنتقل لجومانا. جومانا، زيت السؤال برجع بطرحه عليك، شو هو مفهوم السياسة بالنسبة لك وشو هي أفضل طريقة لوصول طبقة سياسية جديدة؟ بالنسبة لي السياسة هي إدارة البلاد ومواطنين
هذه البلاد بشكل بيحفظ حقوقهم، بيحفظ كرامتهم، بيحميهم من الفساد، بيحميهم من الظلم، يكون في ممارسة بتتيح بناء دولة حق وقانون وعدالة. أدي في نواب عم بيمارسوا هالشي هيدا. أما الموضوع الأساسي بالنسبة لإلي هو دور النائب. ماذا يعني دور النائب؟ شو هو دور النائب الأساسي؟ للأسف بلبنان يتم التركيز فقط على الناحية الخدماتية. أنا شخصيا بالنسبة لإلي بعتبر دور النائب هو ذو شقين. الشق الأول هو الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية، هيدا دور أساسي جدا للنائب. ما في عنا بلبنان أي محاسبة للسلطة التنفيذية لأنه اخترعوا شيء اسمه ديمقراطية توافقية، هي هرطقة، لأنه الشخص يلي موجود بالمجلس النيابي ما بيقدر يحاسب سلطة تنفيذية، هو جزء منا بالنهاية. طبعا، ولكن بدي أحكي عن الموضوع الثاني. الموضوع الثاني بدور النائب هو الشق التشريعي، يعني تشريع قوانين تحمي حقوق المواطن، تحمي كرامة هذا المواطن، وساعتها ما بيعود في ضرورة ليكون النائب عم بيأدي دور خدماتي، لأنه بيكون عم بيعيش بدولة تحمي تمنحه الخدمات يلي هو بحاجة لها، وما بيعود في ضرورة ليصير النائب عم بيأدي دور تقريبا مثل المختار، مع احترامي لدور المختار. شكرا جمانة. حضرتك اشتغلت مدة طويلة بحلة مستقل، كيف اليوم رح تقدر تتأقلم مع حزب سياسي تقليدي؟ بالتأكيد، يعني اليوم الرؤية والخطة والمشروع اللي تبنيته خلال 8 سنوات الماضية، تلاقينا نحن حزب القوات اللبنانية على إتمام وإنجاز هذه الرؤية والمشروع. الثوابت الوطنية هي نفسها، نظرتنا للبنان بسيادته واستقلاله ودوره الأساسي في هذه المنطقة هو من المسلمات. بالعكس، هيدي الديمقراطية، التعاون بين الناس المستقلين والأحزاب تعطي حيوية في العمل السياسي والوطني، بتفتح مجال كتير لنخب جديدة إلى الدخول إلى المعترك السياسي، وهو أكيد بيكون في خطوط وطنية عريضة متفقين مسبقا عليها. شو آلية إدخال دم جديد وخاصة بالأحزاب التقليدية الموجودة بلبنان؟ بعتقد هلأ بهيدي الانتخابات اللي جاية رح يبين قديش الأحزاب فعلياً مستعدة إنها تفوت دم جديد. ورح أحكي كمان عن موضوع تحديداً مشاركة المرأة بهيدي الأحزاب بالسياسة. طبعاً أنا مستقلة، ولكن بهمني إنه المرأة تكون موجودة وإنه الأجيال الجديدة تكون ممثلة كمان بالحياة الحزبية، لأنه الحياة الحزبية جزء من 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 المزيك تبع هيدا البلد، خاصة مع عدم إقرار الكوتا. صحيح، ولكن بدنا نشوف هلأ حسن نية الأحزاب بقديش بدهم يكون عندهم يعني جهوزية إنه يفوت نساء بالحياة السياسية تبعهم ويرشحون على النيابة. زياد، سمعنا جمانة، شو رأيك باللي قالته؟ تأكيد المرأة هي نصف المجتمع، أنا أصلا ضد الكوتا، يعني 50%، إن كان خلال عمل البلدي بالمرحلة الماضية، وإن كان برؤيتي للوطن اللي أنا بحلم فيه. وبالتالي هو اللي سمعناهن كتير، مزبوط، بس هو اللي سمعناهن إنه نصف المجتمع. هل رح يكون في سيدات على لوائح انتخابية؟ أي كل سيدة جاهزة تقدم لوطنها، تكون هي شريكة فعلية في إعادة بناء الوطن ونهوض بالوطن ضمن الثوابت الوطنية اللي نحن نؤمن فيها، بالتأكيد أهلا وسهلا. وأنا بقول ما في مناصفة، بل أي سيدة وأي إنسان حابب يخدم هذا الوطن الساحة مفتوحة له. بالتأكيد ما في شيء سهل، إنما نهار بيكون في عندك العزيمة، عندك الإيمان، عندك القضية، قدرة تتجاوز كل الصعوبات، ويكونوا النساء فاعلين في العمل الوطني والإنمائي من أجل بناء عظيم الحزب. الحزب اليوم تحالفت أنت وياه، نعم، وموجود حضرتك فيه، وأنت تعتبر دم جديد. يعني اليوم في التحالف وحضرتك دم جديد، نعم. كيف رح يتم إدخال دم جديد بعد أكثر أو بغير دوائر أو بغير مناطق؟ يعني اليوم أنا بدعي كل الشباب للدخول إلى العمل الوطني والعام، لأنه الشاب بيكون عنده الديناميكية وحب العطاء وحب إثبات أنه قادر يحقق إنجازات، تماما كما أنجزنا في البلدية أثناء الفترة الماضية. قدر الشاب اللبناني يثبت أنه هذا الشاب شاب كفو، قادر يخدم وطنه، قادر يكون قيمة مضافة لوطنه. ننتقل للمحور الثاني، 18 مليار دولار
كلفة النازحين السوريين بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية. أزمة النزوح منشوفها بهالتقرير. بين لبنان وسوريا أكثر من حدود جغرافية متداخلة وأكثر من تعاون بين جارين متلاصقين، إنهما دولتان تجمعهما الحلو والمر. في غياب خطة حكومية واضحة المعالم، اضطر لبنان مرغماً إلى استقبال أكثر من 1,700,000 نازح، أي ما يشكل 40% من اللبنانيين المقيمين. لنحسب بالأرقام الفوضى الكارثية التي سببها النزوح العشوائي، 11 مليار دولار خسر لبنان من النازحين الذين يستهلكون 490 ميجا وات، أي بكلفة 330 مليون دولار، وهذا يحرم اللبنانيين 5 ساعات من التغذية الكهربائية. 700 طن من النفايات يترك النازحون يومياً، هذه الكمية يكلف جمعها ومعالجتها أكثر من 40 مليون دولار سنوياً. بين 17 و25% تكبد السوق اللبناني نسبة بطالة بسبب المنافسة السورية، عدا عن قطاعي البناء والزراعة، وأيضاً في معظم القطاعات من النقل والبيع والسياحة والفنادق. ناهيك عن تفلت الوضع الأمني، ولا سيما سهولة تنفيذ الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها الكثير من المدنيين الأبرياء. من دون أن ننسى تداعيات هذا النزوح بالضغط على مصادر المياه وزحمة السير وارتفاع إيجارات السكن. جومانا، السؤال لك هلأ ومعك دقيقتين، شو هو برأيك الحل الجذري لقضية النزوح السوري، وشو هي آلية التنفيذ؟ بداية بحب أقول بعتذر، بس هيدا الريبورتاج اللي حضرناه ريبورتاج عنصري. أنا طبعا بعرف قديش في تقل يمارس بسبب الوجود السوري بلبنان، ولكن ما فينا نقول نعرض الأشياء وكأنه كان لبنان جنة وفقط وجود السوريين هن اللي خلقوا حرموا اللبنانيين من الكهرباء. اللبنانيين محرومين من الكهرباء قبل النزوح السوري، اللبنانيين عندهم نفايات قبل النزوح السوري. خليني كافي بس الفكرة تبعولي. الحل طبعا طبعا وأشدد هو عودة هؤلاء النازحين إلى سوريا، ولكن كتير مهم بأي ظروف نقدر نقلن روحوا. ما فينا نبعث الناس على الموت، بدها تكون تحت مظلة الأمم المتحدة تضمن لهم، يعني لأنه ما فينا ننسى. ضد عودتهم هلأ؟ أنا ضد عودتهم بشكل عشوائي، مثل ما كنت ضد فوتتهم بشكل عشوائي. بدنا نحاسب الأشخاص اللي خلوهم يفوتوا بشكل عشوائي قبل. الآلية هي أنه يمارس ضغط أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بغية تأمين مناطق آمنة لهؤلاء ببلدهم، لأنه تماما لكن يشتغل لبنان يمارس ضغط على الأمم المتحدة لحتى يصير في عودة لهؤلاء. أنا متأكدة أنه عدد كبير منهم بده أنه يرجع على بلده ومنه مرتاح. يعني المسؤولية اليوم على اللبنانية؟ المسؤولية على الدولة اللبنانية، والمسؤولية قبل على الأشخاص يلي سمحوا بدخولهم بهذه الطريقة العشوائية، ولم يسمحوا للجيش اللبناني بأنه يراقب مناطق على الحدود مثل ما صار بالأردن وبتركيا. ليش نحن فلتنا الملأ مثل ما بيقولوا باللغة اللبنانية؟ هل أزمة مرتبطة بالحل النهائي بسوريا؟ ما فينا نربطها بس بالحل النهائي بسوريا. بعتقد الأزمة السورية منا فقط سورية بقى، كلنا منعرف هالشي، منا لبنانية، منا حتى إقليمية، هي أزمة دولية. ومشان هيك أنا أشدد أنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الأطراف يلي عم تشارك بهالنزاع بسوريا خليها تلاقي حل للأزمة بسوريا وللنازحين السوريين بلبنان. خلص الوقت جومانا، ننتقل لزياد. نفس السؤال، شو هو برأيك الحل الجذري لإنهاء قضية النزوح السوري بلبنان؟ أول شيء المشكلة كيف بدأت مع دخول النازحين إلى لبنان. كانت المراقبة شبه معدومة، مش مقبول بلد 3 مليون نسمة يقدر يستقبل 1.5 مليون نازح سوري، هؤلاء المسجلين رسمياً وبدون وضعهم بمخيمات أو بمناطق حدودية، انتشروا على كافة الأراضي اللبنانية بكل محبة أهلا وسهلا فيهم، إنما بكثير من المطارح سببوا مشاكل كتير كبيرة لأنه ما كان في مراقبة من قبل الدولة اللبنانية. اليوم مطلوب التواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية اللي بترعى هذا الموضوع من أجل تأمين عودة لهاللاجئين إلى الأراضي السورية ضمن مناطق حدودية آمنة
مثل ما عم بيصير بالحدود مع العراق وبالحدود مع سوريا مع الاردن ومثل ما في يعني هذه المناطق الامنه نحن بنطالب فيها ومنشد الامم المتحده استحداثها. ليه برايك الدوله اللبنانيه ما عندها بعد خطه واضحه بهالموضوع؟ المشكله انه كانت الخطه مفقوده منذ البدايه، اليوم وصلنا على وضع استثنائي غير مقبول لا لبنانيا ولا اقليميا ولا دوليا، مليون ونص نازح شرعيا مسجلين عدا المش مسجلين، وبالتالي طريقة المعالجة صار بدها معالجة مع الأمم المتحدة وتأمين مناطق بأسرع وقت ممكن. هل هناك قرار إقليمي لهالموضوع هيدا برأيك؟ أيا يكن القرار نحن كلبنانيين منطالب بعودة السوريين إلى بلادهم مع تأمين سلامتهم وسلامة عودتهم. حقنا نعم. نحن كلبنانيين نعيش ببلدنا بطريقة نكون مرتاحين مع مراعاة حقوقهم والواجب لازم نقدمه لهؤلاء اللاجئين. نقدر ننفذ هالشيء بدون غطاء دولي؟ نقدر نسعى أقل الإيمان ونطالب وبدنا نناشد وبدنا نراجع المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية لأنه الأمر ما بقى يطاق لا في مدننا ولا في كورانا لأنه منتشرين بطريقة عشوائية يجب إعادتهم بأسرع وقت ممكن. خلص الوقت، شكرا لك جمانة. السؤال، هل ممكن أن يتفق السياسيين على هالموضوع هيدا ونقدر نوصل لحل؟ مثل ما هو هلأ الوضع السياسي القائم مبين أنه متفقين على كتير أشياء، فليش ما بيتفقوا كمان على هذا الموضوع؟ بعتقد هذا الموضوع يتطلب أيضا الاتفاق على وقف التدخل اللبناني بالسياسة السورية وبالأمن السوري، يعني وقف تدخل حزب الله بالحرب الدائرة بسوريا. نحن ما لازم ننسى أنه هذا النظام، أتكلم عن النظام وليس عن الشعب السوري، هذا النظام الإرهابي هو نفسه النظام يلي عانى منه اللبنانيين طوال الحرب اللبنانية وما بعد الحرب اللبنانية، لأنه نظام الوصاية ضل مكفى. فلازم كمان نحن نجرب نشتغل على فعلا دولتين مستقلتين ما لهم علاقة ببعضهم وبيحترموا بعضهم. نعم. هل أنت مع تطبيع العلاقات بين اللبنانية والسورية لنقدر نحل أزمة النزوح السوري؟ أولاً موضوع عودة السوريين ما بيتطلب التعاطي مع الدولة السورية لأنه هي سببت تهجيرهم ونزوحهم. مثل ما سبق وقلت بدنا نتعاطى مع الأمم المتحدة، إنما على السياسيين اللبنانيين على الطبقة السياسية اللبنانية تشتغل بهالموضوع بكل شفافية بكل وطنية لأنه الموضوع وطني لدرجة صار كل لبناني حاسس حاله بخطر، المجتمع اللبناني ككل بخطر. على الدولة اللبنانية التعاطي مع المنظمات الدولية ومع الأمم المتحدة لتأمين عودة سالمة لهذه. نعم. ولكن بعض السياسيين بيقولوا يجب التطبيع للإمكان وصول إلى حل. تطبيق مع مين؟ الموضوع. مع النظام؟ مع النظام السوري. مع النظام السوري، نظام ما سبق وقالت جمانة نظام عبث باللبنانيين، دخل بأمورنا ونزع جوهر لبنان خلال الحقبة السوداء من تاريخ صحيح. لبنان الماضي، بالتالي التعاطي معه شيء من الـ شيء غير مقبول. نحن بنطالب الأمم المتحدة معالجة هذا الموضوع. نحن بنقول أنه نظام قتل 400-500 ألف سوري وهجر 20 مليون شيء ما فيك تتعاطي معه. رح أطرح سؤال على اثنين، هل برأيكم رح يصير في توافق على هالموضوع من قبل الحكومة اللبنانية للوصول إلى حل؟ جمانة تفضل. أتمنى في ظل التغيرات الحاصلة مؤخرا بالمسرح السياسي اللبناني أنه نتوصل لهذا الشيء، وأنه الكلام عن النقي بالنفس يترجم فعليا على الأرض باتفاق حول موضوع النازحين وحول موضوع وقف تدخل اللبنانيين أو حزب الله اللبناني باللبناني بالشؤون السورية الداخلية. اليوم على السياسيين اللبنانيين يكونوا فعلا لبنانيين، يهتموا لأمور شعبهم ولأمور دولتهم ولأمور مستقبل أجيالهم. عدم التعاطي بالأحداث المنطقة، أحداث المنطقة متفجرة لدرجة رح تفجر الوضع اللبناني الداخلي. جميع الفرقاء العودة إلى لبنان، التعاطي مع اللبنانيين وتأمين مستقبل ناصع البياض للأجيال القادمة. شكرا. شكرا زياد. شكرا جمانة. نحن منروح عبريك ومنرجع. نحن بنأمل أنه يجي وزراء يكونوا عندهم خبرات بهذا المجال. هل أنت وزيرة مستقبلية؟
فقرة أنت مين هي محطة منتوقف فيها على حياة سيدة قدرت تتخطى التحديات وتحقق هدفها. بصير نرحب بسيدة رولا موسى. رولا، أنت خبيرة في الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي ومؤسسة شركة نتويز يلي بتملك 13 فرع بالعالم. بلشت عملها كشركة بتطور مواقع إلكترونية واليوم أصبحت شركة رائدة بمجال تكنولوجيا الأعمال والحكومة الإلكترونية بالشرق الأوسط. حضرتك أدرج اسمك بمجلة فوربس باعتبارك واحدة من أقوى 200 امرأة عربية بالعام 2014، وأنشأت منصة دياسبورا آي دي يلي هي شبكة رقمية تهدف لربط المغتربين اللبنانيين بجميع أنحاء العالم مع مسقط رأسهم، وهي بمثابة دليل للأعمال العالمية، وهي بخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بلبنان. رولا موسى، شو كان حلمك أنت وصغيرة؟ كان حلمي أنا وصغيرة أنه حقق شيء بالحياة، هدف معين. كنت هيك فكر دايما أنه لازم أوصل، لازم أعمل شيء لأترك أثر يعني بالمجتمع. وبالفعل وقتها تخرجت، أنا عملت إنجينيرينج، تخرجت مهندسة، وقتها كان أول بروز الإنترنت، فكرت أنه نحن ليش بلبنان أنه ما دغري نعتمد الإنترنت كوسيلة تواصل جديدة ومنطور مواقع للإنترنت. كانت أول شركة بالعالم العربي كله. هل كان في مساواة بالتربية بالبيت عندك عند أهلك؟ نحن بالبيت بنت وثلاث صبيان. نعم. أنا بحياتي ما حسيت أنه أهلي فرقوا بين صبي وبنت، يمكن بالعكس أنا بحالتي كنت الكبيرة كان عندي مسؤوليات أكبر. لمين أنت أقرب، والدك أو والدتك؟ من أمي أخدي إذا بدك إدارة الأعمال، هي مثل ما بيقولوا أنه مديرة المالية، بتهتم دائما بالقضايا اللي كانت المالية بالبيت وكتير هيك ديتيل أورينتد، يعني بتهتم بالتفاصيل. أنا أخذت منها هيدا الجانب. أما الوالد أخذت منه، هو كان دائما كمان من رواد الأعمال، يعني بيحب دائما يكون يطلع على العصر شو مكوناته، شو الفرص المتاحة له، ويعمل بزنسز جديدة. أخذت من اثنين، كل حدا منه شيء. اليوم وصلت لمحل معين، اليوم في عنا شيء اسمه التحول الرقمي. شو هو التحول الرقمي؟ فصلي لنا. التحول الرقمي ديجيتال ترانسفورميشن. انت اليوم بعصر صار في مثل 4 ميجا ترندز اجتمعوا مع بعضهم مثل ذا بيرفكت ستورم. يعني صار في من ميل الموبيليتي اللي هي يعني قدره الجوال، عندك البيج داتا المعلومات الكبيره، وعندك السوشيال ميديا مع الكلاود. هول اربعتهم اجتمعوا خلقوا ديجيتال انفايرمنت اللي انت صرت قادره في تخترعي نيو بزنسز، البزنس تبعك حتى تعيد اختراعه. نعم. لانه اليوم مثل ما عم تشاهدي صارت اكبر شركه تاكسي بالعالم هي اوبر اللي هي. نعم. ما بتملك ولا اي تاكسي. نعم. نعم. واكبر شركه حجوزات للاوتيلات اما للمساكن هي الاير بي ام بي. طيب كيف عم تقدري تستفيدي من هالتحول الرقمي انت لحتى تطوري مشاريعك؟ وبعرف انه فتحتي فرص عمل كبيره للشباب اللبناني، كيف عم تستعملي هالتقنيه هيدي اليوم؟ ما اليوم بواسطه هالتقنيه صرت قادره تخلقي فرص عمل. نعم. ريموت، اما بنسميهم كمان باك اوفيس، يعني انت شخص ممكن يكون موجود ببيته تقدري تعطيه يعني مثل انجيجمنت بالحكومه بال نولج ايكونومي، يعني الاقتصاد المعرفي. يعني انت ما ضروري تنزلي على مكتبك تقدري تتواصلي مع العالم اذا بدك اللي بده يشتري من عندك، يلي بده يعطيك الخدمه، اللي بده يلزمك هالخدمه. صرت انت من بيتك قادره تشتغلي بالماركت بليسز وتقدري تأدي الخدمه وتكوني عم تشتغلي بالدومين اللي انت فيه بالوقت اللي بدك اياه بالساعه اللي بدك اياه. نعم. رولا، انت نفذتي الحكومه الالكترونيه او الاي جوفرمنت ببلدين عربيه، وبعد بلبنان ما عندنا بعد حكومه الكترونيه. ليه نجحتي بالبلدين العربيه قبل؟ هن البلدان اللي نحن فيها عندنا مكاتب، عم بيكون ليدرشيب يعني بالجوفرمنت، عم بيكون في بيقولوا لك نحن ما نواكب العصر، نحن منا نتفوق على البلدان ونريح السيتيزنز، يعني نقدر نقدم خدمه للمواطن يكون مرتاح ببلدنا. يعني مثلا على سبيل المثال بدبي في اندكس للهابينس، قد ايه انت مبسوطه بالبلد. في عم بيفكروا الليدرز بهالبلدان كيف بدهم يساعدوا مواطنينهم، كيف بدهم يخلوهم مرتاحين مبسوطين، كيف لحتى ينبسطوا بالعيش بهذا البلد
اذا بدك افضل طبعاً. ما عندهم ليكبروا اقتصاد هذا البلد. طيب رولا، شو كان اكبر تحديات يلي واجهتيها؟ وشو كانت اقتصاديه اجتماعيه تنافسيه بسوق العمل؟ شو اكبر تحدي؟ هلا بالتكنولوجيا التحدي انه انت دائما لازم تكوني اب تو ديت، يعني لازم دائما تطوري نفسك اسرع من تطور التكنولوجيا، والا بتصيري بالماركت اوبسوليت. نحن هيدا تحدي كل يوم، كل يوم الصبح بنقوم نقول شو بدنا نعمل شيء جديد، والا مثل ما قلت لك بنروح على خريطه الشركات العالميه. ثاني تحدي انه بدك تتوسعي جيوغرافيا لانه لبنان سوق صغير. والتحدي الثالث انه نحن كمان حبينا نضلنا بلبنان، يعني احنا ما فكرنا ولا دقيقه ننقل مراكزنا الهيد كوارترز من لبنان. كمان هذا تحدي انه كيف تقدري تامني الانفراستراكشر بحاجه لها شركتك لتضلك تواكب الشركات العالميه. انا بحلم انه لبنان لاول مره يفكر انه نحن كيف فينا نقتنص هيدي الفرصه ونحط لبنان على خريطه الاقتصاد المعرفي حتى ننمى بالبلد ويصير ينافس البلدان المتطوره على هذا الصعيد. نحن عندنا اليوم فرصه ذهبيه لنا وللاجيال المقبله، ما لازم هيدي الفرصه نضيعها. هل انت وزيره مستقبليه؟ هلا نحن بنطبح من لبنان جوال يجوا وزراء يكون عندهم مثل بلان للبلد يحققوا هالحلم. بنطمح يكون في وزراء مثل ما في هلا بدوله الامارات العربيه بدبي، وزير للذكاء الاصطناعي، وزير للادفانس ساينسز، يعني لحتى نقدر نحط بلدنا مثل ما قلت لك نوصله يصير يتنافس مع البلدان المتحضره واللي هي واكبت قبلنا الثوره الرقميه الصناعيه الرابعه، اللي نحن بنامل انه يجي وزراء يكونوا عندهم خبرات بهذا المجال. نعم. يعني ان شاء الله نقدر نخدم البلد بالمعرفه اللي نحن اكتسبناها. هالشيء بوجود الناس مثلك على كل حال اكيد فينا نحقق هالشيء. شكرا رولا. بدي ارجع لضيوفي زياد وجمانة، سمعوا شو قالت رولا، بدي اخذ رايهم بالموضوع. زياد، بعد اللي سمعناه مع رولا سؤال بيطرح نفسه، ليش ما طبقت بعد الحكومة الإلكترونية بلبنان؟ يعني مع الأسف الحكومة الإلكترونية هي واحدة من المشاريع المهمة والأساسية لتطوير وتحديث لبنان، كله بيعود إلى تحديث القوانين، وهون دور النائب داخل مجلس النواب إلى الانكباب لتحديث القوانين، إلى إنتاج قوانين جديدة بتساهم إلى تطوير الدولة، إلى تسهيل حياة العالم، تسهيل حياة المواطنين، إلى جذب المستثمرين، تطوير الحياة اليومية للمواطن، تسهيل حركته. كل هذه الأمور أهميتها وأساسها منه هو تخفيف الفساد خاصة تحديث القوانين، وهون الدور النايب، وهون يعني في اذا بدنا نقول لب المشكله انه اليوم النواب خلال 9 سنوات الماضيه ما انعقد مجلس نواب اكثر من 15 او 20 دوره استثنائيه وبالتالي دوره عاديه، وبالتالي على النائب اللبناني من اجل تطوير البلد استحداث شبكه قوانين جديده بتراعي التطور والتكنولوجيا وبتخلي اللبناني يعيش ببلده حياه كريمه ومتطوره اسوه بباقي البلدان المجاوره. يعني عيب نشبه حالنا بقى لبنان كان هو منبع للثقافه وللعلم وللتطور وللتكنولوجيا، صرنا بمطرح كثير متدني بسبب ضعف القوانين وقدم القوانين. خلص الوقت، بدي انتقل لجمانة. جمانة، بالإمارات في عندهم 9 وزيرات على حكومة 30 وزير. نعم. ليش نحن معنا غير وزيرة واحدة؟ هذا سؤال عم تطرحيه على الشخص الغلط. بتعرفي لمين لازم نطرحه؟ هذا السؤال لازم نطرحه على الناخب والناخبة اللبنانيين، لأنه الحلقة تعيد إنتاج نفسها وتعيد إنتاج مشاكلها وإهتراءها. لازم الحكومة تعيين. جمانة، الحكومة تعيين. لا، الحكومة تعيين، ولكن قبل ما نوصل على التعيين، من يعين الحكومة؟ من ينتخب من يعين الحكومة؟ ما هي مشان هيك قلت لك الحلقة تنتج نفسها تنقدر نوصل لحكومة فيها مناصفة. وأكيد لبنان لا يفتقر إلى نساء مثل رولا وغيرها قادرات انه يتولوا بشكل كثير يعني فعال وزارات متنوعه. ترى قدر نوصل لهالمرحله لازم نبلش بانتخاب طبقه سياسيه جديده بتمثل الشعب اللبناني بشكل صحيح، وبتمثل طموحاته وبتمثل حقوقه. شكرا لكم، خليني روح بريك وبنرجع. والأخلاق ما لها علاقة، المساكنة منا ضد الأخلاق، أقله بالنسبة لي. أنا ما حكيت بالأخلاق.
من جديد رح نكفي معكم بفقرة أنتو مين بصدق. هيدي الفقرة هي كناية عن 10 أسئلة رح تنسأل لكل ضيف وبدها كمان أجوبة سريعة. زياد بلش معك، إذا ابنك حب يتزوج من غير دين أنت مع أو ضد؟ أكيد ما عندي أي مشكلة، أهم شيء الالتزام والأخلاق. إذا طلب منك من قبل كتلتك التصويت على قرار ما منك موافق عليه، هل بتصوت؟ يعني بالتأكيد كله بيروح بالحياة الديمقراطية وبعطي رأيي بكل وضوح، وأنا ما بعمل شيء بعكس قناعاتي وعكس رؤيتي. السؤال الثالث، كم مرة استخدمت منصبك لمنفعة شخصية؟ أبداً، أنا جيت تأخدم وطني، تأخدم مدينتي، وإن شاء الله تكون الصورة هي خدمة الوطن بشكل عام. هل عندك خط تليفون للاتصالات الخاصة؟ تليفوني معروف، خط واحد ما عندي غيره. في غير واحد. أوكي، بتسافر درجة سياحية؟ بالمشاوير القريبة، إيه، المشاوير البعيدة أريح. شي مرة عملت بيبي سيتر لأولادك؟ بتعرفي هيدي الشغلة الوحيدة اللي زعجتني بحياتي إني ما كنت حد أولادي هن وصغار. هيدي مشكلة كتير كبيرة، أنا تجوزت من حوالي 13 سنة، كنت بلشت أتعاطى بشغلي الخاص وبالحياة السياسية والبلدية، كنت كتير غايب عن البيت وعن الأولاد، بتعطيني شعور بالذنب. اليوم عم جرب عوض شوي، عم جرب روح أنا وابني، ابني صار شاب وبنتي صبية، عندي بنت صغيرة، عم جرب، بس إنما لا، ماني أب ملتزم بالأمور البيتية. بنتك طلبت منك إنه تعيش مساكنة مع رفيقة، شو بتقلها؟ بالتأكيد لا. أنت ضد فكرة المساكنة؟ أنا منفتح لدرجة، بس إنه في حدود لكل الأمور. نعم، وين الحدود؟ حدود كل شيء بيتعاطى بالأخلاق وبالالتزام العائلي حسب البيئة اللي نحن عايشين فيها هو الأساس. أوكي، شي مرة طلعت باص أو نقل عام؟ مع الأسف بلبنان أبداً، وهذا أحد المشاريع اللي أنا حطيتها للمرحلة المقبلة. مش مقبول بعد اليوم ما يكون في عنا نقل مشترك حديث متطور. نحن بجبال بدأنا إعداد مشروع نقل مشترك مع مدينة جبال وكرة قضاء جبال. هذا النموذج لازم يتعمم بكافة الكرة اللبنانية والأقضية اللبنانية، وبالتالي نقل مشترك علامة صحة وضرورة. السؤال التالي، شو كان أول وظيفة لإلك؟ شو كانت أول وظيفة لإلك؟ أنا ما اشتغلت غير فرد شغلي بشغلتي. أنا الوالد الله يرحمه بتعاطى بتجارة الأخشاب. نعم. أنا من أول ما تخرجت بالجامعة التزمت هذا الشغل وطورته وكبرته بلبنان وبالدول العربية والأجنبية. آخر سؤال، ليه تم اختيارك أنه تكون مرشح القوات اللبنانية؟ أنا مرشح مدعوم من القوات اللبنانية لأنه أنا قررت خوض المعترك السياسي. التقينا نحن والقوات اللبنانية حول مبادئ، حول رؤية، حول تصور للبنان اللي بيشبهنا. ضمن هذه الثوابت وضمن هذه العلاقات حلفت أنا والقوات اللبنانية. رح انتقل لجومانا. جومانا، شو تعليقك على موضوع المساكنة؟ أنا كنت بدي أتحشر، بعدين قلت أكيد رح ترجعي تسأليني. فضل. لا، أنا بعتبر أنه أكيد هيدا الشيء لازم يكون قرار خاص. ما قلنا عليها أصلاً نقرر عن أولادنا كيف بدهم يعيشوا. ثانياً، الالتزام الحقيقي هو التزام إنساني بالدرجة الأولى بين شخصين، والأخلاق ما لها علاقة. المساكنة منا ضد الأخلاق، أقله بالنسبة لي. أنا ما حكيت بالأخلاق، أنا حكيت أنت قلت كل شيء ضد الأخلاق. أنا ضده، أنا ما قلت ضد الأخلاق. أنا قلت أنه اليوم أي شاب وصبي، وإن كان بنتي أو أي بنت تانية، حب تعيش مع شخص تقدر تعيشي وياه فترة وتروح تتجوز، ما في أي مشكلة. بس إنما تستبدل الزواج بالمساكنة أنا ضده. أنت ضد المساكنة؟ نعم. جومانا مع المساكنة؟ نعم. نفهم. نعم. طيب، خليني أنت إلى جومانا، خلينا نشوف هي شو رح تجيب على بعض الأسئلة. هن نزيتهم؟ لا. رح بلش أول سؤال. ابنك قال لك إنه جاي. نعم. شو بتعملي؟ ماشي، بقول له إنه أوكي، إنه هل يعني تنصحي، هل بتساعدي، هل بتعارضي؟ أول شيء ما بده نصيحتي، ما بده مساعدتي، لأنه منه مريض لحتى ساعده، ومنه يعني منه بوضع صعب. الشغل الوحيد الصعبة هي أنه موجود بمجتمع مثل مجتمعنا بميز على أساس ميول الشخص وحياته الشخصية. فالشيء الوحيد يلي بحاوله هو أني أعطيه قد ما فيه دعم
لحتى ما يحس بقلب هذا المجتمع انه غلط، لانه بالنسبه لي ابدا ما انه غلط. سؤالي الثاني، كم مره تعرضتي لتحرش جنسي بحياتك؟ اكيد صايره معي مثل ما صايره بعتقد مع تقريبا كل امراه ظهرت من البيت، يعني تقريبا كل النساء بلبنان. وهيدا احد الاسباب حسب مراحل حياتي المختلفه. بالمراحل الاولى كانت يعني انتقلت من الخوف والخجل والشعور بالعار الشخصي الى مع قوه الشخصيه والخبره بالحياه الى مواجهه احيانا كثير اذا بدك عدائيه وعنيفه. ما عندي اي مشكله بهيدا الموضوع، ومنشان هيك موضوع يعني القوانين المتعلقه بحمايه المراه من هذا الموضوع ومن مواضيع اخرى كثير مهمه بالنسبه لي. ثالث سؤال، قد ايه بتكذبي لتقنعي الاخرين برايك؟ انا مشكلتي اني ما بكذب لاقنع الاخرين، مشكلتي اني بكون حالي وما عندي مشكله ما اقنع. انا دائما بقول يلي موافق معي اهلا وسهلا، يلي مش موافق معي هيدا حقه ويستفيد. نعم. قد ايه كان اول معاش قبضتي؟ اول معاش قبضته كان $300. اشتغلت كان عمري 16 سنه، اشتغلت بالصيفيه 3 اشهر بمحل لحتى اطلع مصروفي. انا من عائله متواضعه جدا، اهلي كان كل همهم بس انهم يعلمونا، يقدروا يعلمونا بمدارس جيده انا وخيي. فبالصيفيه اشتغلت لحتى اجرب اني اطلع مصروفي بمحل للتياب، كنت ساعد الفاندوزيت بالمحل. نعم. جومانا، هل تعتبري حياه الامراه المطلقه بلبنان صعبه؟ لا ابدا، ما بعتقد حياه المراه بلبنان صعبه. هلا حقول كمان اكثر من هيك، حياه الانسان بلبنان صعبه، حياه المواطن بلبنان صعبه. طبعا حياه المواطنه اصعب بدرجات لان منا مواطنه من الدرجه الاولى، ولكن كمان بيتعلق هذا الموضوع بالانسان بحد ذاته. يعني اذا هي المراه المطلقه عندها عقده تجاه نفسها ان هي مطلقه رح تكون حياتها صعبه. نعم. واذا كانت مش فرقانه معها فبتكون حياتها صعبه. رح انتقل للسؤال السادس، هل جمال المراه الخارجي عامل ايجابي ام سلبي؟ لا منه لا عامل ايجابي ولا عامل سلبي، لا بل بالاحرى انا بقول عامل ايجابي طبعا اكيد. يعني انا من الاشخاص يلي بينزعجوا من الجميلات يلي ببلشوا يشتكوا انه لا حياتنا صعبه لانه الناس بيفكرونا بس شكل. المهمة المراه الجميله هي اللي تثبت انه هي منا بس شكل، مش يعني انها ما تعطي اهميه لنظره الاخر لها وكانها فقط جسد ومنظر. نعم. انها تثبت انها هي عقل ايضا. ليه قررت تمارس السياسه جومانا؟ لانه لي 20 سنه معنيه بوضع الانسان بهذا البلد، بوضع المواطن والمواطنه بهذا البلد من خلال عملي كاعلاميه وككاتبه، ولقيت انه كثير يعني مفيد وجيد اني انقل هذا الالتزام بالانسان وبالعداله من الكتابه والعمل الاعلامي الى العمل السياسي. نعم. كيف علاقتك بأمك؟ علاقتي بأمي ممتازة، ولكن مثل كل بنت وحيدة بيصير في تصادمات لأنه أنا شخص كتير مستقل خاصة بالنسبة لها زيادة عن اللزوم، ما بتحمل أي ملاحظة. وهي كتير من الأمهات يلي احتضنتنا ومن الأمهات يلي كانت كل عالمها هو أولادها. أنا بالنسبة لي ما عشت هذه التجربة فما بفهمها دائما. هل تربيتي بمساواة؟ بقدر أقول أنه تربيت بمساواة لأنه عقد ما كان في تشديد علي أني أدرس وأنجح بالحياة كمان كان في تشديد على خيي أو بالأحرى العكس. الشيء الوحيد يلي ما كنت حس فيه بمساواة هو أنه الخوف علي كان أكثر من الخوف على خيي. آخر سؤال لك، عندك تاتو؟ عندي 7. زياد، شو رأيك بأجوبة جومانا؟ هل تعتقد أن جومانا جريئة ومنفتحة؟ جريئة ومنفتحة ببعض المطارح، يمكن ما بتواكب البيئة اللي هي موجودة فيها، بختلف أنا وياها ببعض الأمور، بوافقها على البعض الأكبر. بالنتيجة هيدي تقاليد، هيدي قيم، كل واحد بيعتبرها على الطريقة اللي عايش فيها واللي ربي فيها ومفهومه للحياة بشكل عام. أنا ما بقدر أتقبل أنه بنت تكون عايشة مع واحد مش مجوزته. بقدر بتقبل اكيد انه بنت يكون عندها شاب مصاحبته بتضري وياه، بعرفه بعرف اهله بعرف بيئته، انما تروح تعيش مع شخص حياه عاديه وكانها مجوزه وهي مش مجوزه، مع الاسف مع العلم اني انا شاب ومني من عقليه المتاخره، بس انه
ما بتقبلها. شكرا لك زياد. شكرا لك جمانة، كمان شكرا لك. شكرا جوال. بنهاية الحلقة بدي أشكركم وبدي أتمنى لكم التوفيق. أعزائي المشاهدين، منشوفكم بالأسبوع الجاي بحلقة جديدة من أنتم مين. إلى اللقاء. أنا بتعهد قدام كل اللبنانيين بأنه ألتزم بسيادة واستقلال لبنان، وأنه يكون ولائنا فقط لبنان للدولة اللبنانية، أنه يكون في عنا دولة قوية قادرة تفرض سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، ما يكون في مطرح في دولة ومطرح في لا دولة. بالموضوع المعيشي والإنمائي واليومي، أنا حكون عملي بشكل واضح لتأمين فرص عمل للشباب، لتثبيت الشباب في أرضهم، لأنه فعلاً هن كنز لا يقدر، هن صورة لبنان للمستقبل، هن إيماننا وتطلعنا للبنان اللي بنحلم فيه. هالثابتتين أنا ما لا ممكن أتزحزح عنهم. بتعهد أني دايماً أختار الشفافية بدل الخبث، والصدق بدل المسايرة، والنزاهة بدل الفساد. بتعهد أني أسعى لدولة لبنانية إنسانوية تنموية قائمة على الحق والقانون والعدالة لجميع المواطنين والمواطنات.